وقد حدثني مرة أحد الأشخاص يقول جمعني مجلس بأحد الذين ينكرون الرؤية، وكان في المجلس عوام، يقول فكان يجادل بشبهات عقلية والحاضرون في المجلس لا يستوعبون لكنه يشككهم. يقول له فقلت له انتظر الآن، اتركنا من هذا الكلام الذي تقوله والأمور العقلية التي تقولها، اتركنا من هذا، أنا الآن أريد أن أرفع يدي بالدعاء، وأريد منكم جميعا أن تؤمنوا، وأنت أيضا أمن معي. يقول للشخص الذي ينكر الرؤية، ثم رفعت يدي وقلت الآن أنا أدعو، أريد أن أدعو أن يحرمك الله من رؤيته يوم القيامة وتؤمنون على دعائي. يقول رفعت يدي وبدأت، قلت اللهم، قال لا توقف. قلت ما دام أنك معتقد أن ما يرى يوم القيامة، ما الذي يخيفك؟ خلنا ندعو عليك أن الله يحرمك من رؤيته يوم القيامة، يلا يا أخوان قولوا آمين، وأرفع يدي ويمنعني من ذلك. فقلت ما دمت تعتقد هذا، لماذا لا ترضى بأن ندعو عليك بأن يحرمك الله من رؤيته يوم القيامة؟ يقول وكانت هذه من فضل الله كافية لهؤلاء العوام أن يرفضوا كلام هذا الرجل، لأن لو كانت عقيدة يعتقدها الإنسان ما يبالي بأن يدعى بذلك. والمصيبة في هؤلاء أن هذه العقيدة كانت سببا لحرمانهم من كل خير، والعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن اعتقادها والإيمان بها سببا للفوز بكل خير.